يقول: من يصلي بالسراويل القصيرة التي تظهر منها الركبة هل تصح صلاتهم أم لا؟ دعونا نفصل. إذا كان هذا قبل البلوغ يسمونه سن التمييز فالصلاة صحيحة. إذا كان قبل البلوغ يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات حتى لو خرج نصف فخذه صلاته صحيحة لأنه غير مأمور بستر العورة، هذا الطفل الصغير. أما إذا بلغ فإن عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة. قالوا: والسرة غير داخلة في العورة والركبة غير داخلة في العورة. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للحسن بن علي: اكشف لي عن سرتك. فكشف له الحسن عن سرتي فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها فقبلها. ولو كانت عورة لا قبلها أبو هريرة ولا سمح له الحسن رضي الله عنهما. على كل حال فالركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، لكن إذا كانت السراويل إلى الركبة فمعنى هذا في الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد يظهر شيء من الفخذ، فلا تصح صلاته إن كان بالغا، لا تصح صلاته إن كان بالغ. أما إذا كان غير بالغ فلا بأس. ولذلك ننصح يعني هؤلاء الشباب الذين يلبسون مثل هذه الملابس وكذا أن يكون معه إزار، أزار يضعه في السيارة وقت الصلاة يلبسه حتى يغطي عورته، والله المستعان.